مشاهدينا الكرام، معنا بحضراتكم حلقه جديده من حوار اليوم مع ظهور متحورات جديده لفيروس كورونا اكثر قدره على الانتقال في عدد من دول العالم. تتزايد حالات الاصابه بكوفيد 19 في افريقيا بصوره كبيره، حتى بلغت حصيله ضحايا الفيروس حتى الان اكثر من 8 ملايين اصابه و202 الف حالة وفاة. افريقيا اصبحت المنطقة الوحيدة التي يزداد فيها تفشي فيروس كورونا بمعدل زيادة اسبوعية نحو 30%، فيما تواجه القارة خطر للتعرض لموجة وبائية جديدة خلال الفترة القادمة. في الوقت نفسه ناشدت منظمة الصحة العالمية مجددا الدول الغنية للمشاركة بمخزونها من اللقاحات بدلا من اعطاء مواطنيها جرعات ثالثة معززة وصفة الوضع بأنه بات مسألة حياة أو موت. حول الوضع الوبائي في القارة الإفريقية ومصر بصورة خاصة، بتدور حلقتنا النهاردة مع ضيفي الكريم الدكتور محمد شاهين، مدرس علم الفيروسات بكلية جامعة الأزهر. ويعني منورنا يا دكتور. أهلا بحضرتك. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار فيما يخص التحورات الحادثة لكوفيد 19. بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ما زال فيروس كورونا المستجد يكشر عن أنيابه في القارة السمراء، فقد تجاوزت حصيلة أعداد الإصابات 8 ملايين حالة وأكثر من 200 ألف حالة وفاة منذ ظهور الوباء في الصين أواخر العام 2019 وحتى الآن. ورغم التوصل لأنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلا أن غياب العدالة في توزيع اللقاحات يأتي عائقا أمام نجاح محاولات السيطرة على تفشي الجائحة. ففي الوقت الذي لم يتلقى فيه الملايين في أفريقيا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19، تمضي الدول الغنية قدما بإعطاء جرعات ثالثة معززة لمواطنيها، الأمر الذي أدانته بشدة منظمة الصحة العالمية، وأشارت إلى أن تلك الخطوة تعد غير أخلاقية في هذا التوقيت. المنظمة أعربت عن استيائها الشديد من عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول، ودعت الدول الغنية إلى التخلي عن إعطاء جرعات ثالثة إلى حين سد الفجوة في توزيع اللقاحات وتخفيف حدة اللامساواة في التوزيع بين الدول الغنية والفقيرة، حيث تعد إفريقيا القارة الأقل تقدما في مجال التطعيم مقارنة بكافة قارات العالم بنسبة تطعيم بلغت 3.8% فقط من سكان القارة. مما لا شك فيه فإن انعدام المساواة في مسألة اللقاحات عار على البشرية، وإذا لم يتم التصدي لها فورا ستبقى المرحلة الحرجة من هذا الوباء لأمد لا يعلمه إلا الله. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد شاهين، مدرس علم الفيروسات بكليه طب الازهر. دكتور، في البدايه خلينا اتكلم على كوفيد 19 والتحورات الحادثه الان على هذا الفيروس، خاصه ان احنا او العالم يتحدث عن تحورات اكثر فتكا. اتكلم على دلتا، وبالامس القريب اتكلموا على حاجه اسمها مو. يعني الوضع ايه دلوقتي على مستوى العالم قبل ما تتكلم على افريقيا والوضع المأساوي في افريقيا؟ هو الحقيقة ان الفيروس كل شوية بيتحور لأسباب عدة، انه بيصيب الانسان والحيوان والطيور حتى، فبتختلف نظم الدفاعات ما بين كل كائن وكائن. بيحصل نسخ شديد له بصورة كتيرة، خاصة لما بيبقى فيه انتشار كتير جدا، بيؤدي الى اي اخطاء في المادة الوراثية بتاعته، أو هو نفسه بيعدل من نفسه ليجابه المناعة. أدى إلى تحورات شديدة، منها دلتا اللي هو الأشرس، يعني اللي كان فيه متحور قبل كده ألفا وبيتا ما كانش فيه عنه كلام كتير، لكن المتحور الحالي اللي هو دلتا ده أشدهم شراسة وأكثرهم انتشارا. ولكن المتحور الجديد اللي هو مو دوت خايفين يبقى هو السلالة السائدة في العالم كله، لأنه هو بيخترق حتى الدفاعات ويخترق التطعيمات المتواجدة. لكن بفضل الله اللي هو لسه
يعني ايه ظهرت منه ارقام خفيفه خالص ومش مش منتشر يعني. دكتور محمد خليني اتكلم، هو ايه سبب التحورات؟ يعني هل هو سبب ان هو بيتحور انه بيبقى الفيروس مثلا يعني في الوضع الف فبنطلع لقاح، فهذا اللقاح يتم التعامل معاه او هذا الفيروس يقدر ان هو يسيطر على هذا اللقاح فيتحور الى شكل اخر، خاصة ان احنا بنتكلم على فيروس تاجي يعني، ولا ايه التحور بيبقى سببه ايه؟ هو زمان في الكتب اللي احنا كنا بندرسها كان بيقسموا الفيروسات، وبعدين يجي فيروس كورونا ده تقول لك مثلا لاغي من الماده، ده فيروس ضعيف يعني مش مشكله. زمان من زمان يعني فده حال اسمه قبل كده كان هو كورونا برضه، ولكن هو كان بيصيب البشريه من هو التاج. هو دي فصيله من الفيروسات يعني هي حصل منها اربع سلالات قبل كده او اربع فصائل، وبعدين حصل بقى ابتدى يحصل فيه تحورات شديده اللي هو حصل السارس كوف 1 اللي هو كان في الصين 2010 وحصل 2012 في المتوسط اللي هو المارس كوف 2 وحصل التطور الاخير بتاعه اللي هو الكوفيد 19. فهو زمان ما كانش له يعني قيمه من ناحيه الشراسه او ضرر للانسان. حصل بقى التحورات ديت لان هو فيروس المادة الوراثية بتاعته بتختلف عن المادة الوراثية للإنسان، ربنا حمانا المادة الوراثية بتاعتنا بتبقى شريطين مكملين لبعض ما يحصلش فيها تحورات أو تغيرات، لو حصل فيه أي خطأ الشريط المقابل بيصلحه. لكن دوت أحد الشريط فيروس RNA هو فيروس ضعيف لازم يخش خلية عشان يبقى حي، طول ما هو بره الخلية الإنسان بيبقى كائن ميت وليست له قيمة. فهو علشان هو الفيروس لا يتكاثر لأنه ما فيهوش منه ميل وفي ميل، ولكن الفيروس بينسخ نفسه عدة مرات، زي حضرتك مثلا ما تجيب ورقة كده أو كتاب وتطبعه في المطبعة 100,000 نسخة مليون نسخة. فهو نفس الكلام، بيدخل الخلية بيؤمر الخلية ويسيطر عليها بحيث اللي هو ينسخ نفسه. أثناء النسخ فيروس أولي بالإنزيمات بتاعته أولية ممكن تحصل أخطاء، سواء كانت الأخطاء ديت بدون إرادته أو أو نتيجة عوامل داخل الجسم نفسه أو اللي هو يعني السلالات الأضعف اللي المناعة بتقاومها وتموتها اللي هيبقى البقاء للأقوى. بالتأكيد فاللي بيبقى من هذه الفيروسات الفيروسات القوية أو الشرسة أو اللي هي بتقدر تتغلب على الطبيعة، وزي الحياة الإنسان والحيوانات عموما من قديم الأزل اللي تبقى لنا من الماضي السحيق اللي هو قدر يتغير ويوائم ويتأقلم مع الحيوانات. يعني أنواع من الحيوانات اندثرت زي الديناصورات والكلام عنها بكده. دكتور خليني هنا أتكلم عن الوضع في إفريقيا، يعني يمكن مع بدايات كوفيد 19 لم تكن القارة الإفريقية تحت المجهر زي ما بيقولوا، يعني ما كانش في اعداد عن اصابات، الكلام ان الفيروس نفسه البيئه هو عايز بيئه لا فيها رطوبه لا فيها بروده، افريقيا قاره درجات الحراره فيها مرتفعه. الوضع في افريقيا فجاه مره واحده كده اكتشفنا ان افريقيا اصبحت تمثل بؤره يعني خطره لهذا الكوفيد 19. في عده عوامل من ضمنها زي ما حضرتك قلت الحراره، لانه هو بره الجسم هيتعرض للحراره وهيموت لانه هو بيحتاج فتره معينه. النقطه الثانيه ممكن اساليب اكتشاف الفيروس نفسه في افريقيا مش زي اوروبا. يعني امريكا مثلا بتعمل في اليوم مثلا ممكن تعمل مليون تيست، مليون اختبار بي سي ار للناس مثلا 600,000 في اليوم، لكن في افريقيا الدول الفقيره ما عندهاش المعامل ولا الامكانيات ولا التكنولوجيا، فبرضه بتفرق. قالوا برضه اللي زمان البي سي جي فاكسين او الفاكسين بتاع المضاد بتاع الضرن اللي هو اللي احنا كنا بناخده واحنا صغيرين عموما بيقوي المناعه الاوليه اللي هي ممكن تجابه الفيروس، ودي احد الاسباب اللي هم لقوها ان المصل بتاع الضرن ده بيقوي المناعه الانيت اميونيتي او المناعه اللي هي البدائيه الاوليه. الحاجه الثانيه برضو نفس الكلام، الوسائل والمعرفه اللي هو نحد من الفيروس زي الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، الكمامات، الكحول، في حاجات كتير غايبه عن الدول الافريقيه من نواحي التطعيم، ودوت من اسباب مهمه جدا. خلينا هنا اتكلم بقى، يعني افريقيا احنا بنتكلم دلوقتي في الموجه الثالثه، يعني خلال العامين الماضيين لم تكن افريقيا على خريطه
الدول الموبوءه بكوفيد 19. ممكن حضرتك اشرت لاسباب كثيره جدا، منها مساله عدم وجود تكنولوجيا وكشف مستمر وامور كثيره جدا تختص بالعامل الصحي او الطبي في القاره لاعتبارات خاصه اقتصاديه وعلميه و لكن انا عايز اتكلم على مساله هو نقص اللقاحات في افريقيا او في بعض دول افريقيا يؤدي الى ظهور متغيرات جديده ولا يبقى الفيروس في حالته الاولانيه؟ لا، زي ما احنا لسه قايلين حاليا دلوقتي من اسباب تحورات الفيروس اللي هو بينتشر في 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 مجموعه من الناس كبيره جدا، فيبتدي تظهر الموجه اللي احنا بنقول عليها موجه. يعني مثلا اصابه فيروس هيصيب 10 افراد، ال 10 دول هيصيبوا 10 يبقوا 100، ال 100 يبقوا 1000، ال 1000 يبقى مثلا وهكذا. اثناء التناسخ نفسه زي ما انت قلت، اثناء النسخ مع نفسه هو بيحصل فيه طفرات. فكل الاخطاء اللي بتحصل في الجينوم بتاعه بيحصل فيها تغيرات، التغير دوت ممكن يبقى مؤثر او ممكن يبقى مميت. في سلالات كتيره، زي في سلاله سيتا وفي ايتا وفي سلالات كتيره، كان عندهم ايبولا باين او حاجه زي كده بالظبط، بس ده فيروس اخر. بس انا قصدي يعني. بس انا قصدي في سلالات كتيره من الفيروس ذكرت تمام، وهما من كتر السلالات قعدوا بيعملوها بالحروف اليونانيه اللي هي الالفا والبيتا والجاما والدلتا، الحاجات المؤثره اللي هي منظمه الصحه العالميه بتصب جم غضبها او بتنبه الناس ليها او كده، لكن في سلالات اخرى ليست ذات قيمه او ليست ذات ضرر. فزي ما حضرتك كنت بتنوه، الانتشار السريع دوت بيؤدي الى حدوث متغيرات جديده، ممكن تبقى متحورات اشد فتكا، فلذلك الدول الغربيه لازم لا تستاثر باللقاحات، وما ينفعش اللي هي تبقى انانيه. هو ده طب يعني خليني برضو يعني تاكيد لكلام دكتور محمد شاهين، هو يعني الدول الاجنبيه اللي طول الوقت تتشدق بحقوق الانسان والكلام والانسانيه والديمقراطيه وحق الانسان في العلاج والصحه و صدقوني ده كلام من الاستهلاك الادمي، هم الكلام بيعملوه في بلادهم بس، لكن قاره افريقيا بالنسبه لهذه الدول الغربيه هي كانت زي ما تقول كده مغاره علي بابا، وهي قاره تستغلها الدول الغربيه طول الوقت، تستغل خيراتها، تستعمرها، تنقل خيرات هذه الدول الى الغرب، ولكن عندما تتعرض الى ضائقه، نحن نتحدث عن لقاحات في اوروبا التلقيح الثالث. يعني مراعات ثالثة وهناك محرومين لسه. بالظبط، ودوت ودوت يؤكد نظرية المؤامرة اللي الناس بتقول عنها. بالتأكيد الناس هتكلم على المسألة دي، ولكن هنا خلينا نتكلم على منظمة الصحة العالمية ودورها، في النهاية هي منظمة عالمية يجب أن تراعي الشؤون الصحية لكل دول العالم كما جاء في ميثاق هذه المنظمة. ما هي منظمة الصحة العالمية بتدلي بتصريحات وبتدي توصيات، بس رأيها استشاري، مش هتقدر مش هتقدر تجبر الدول، ولكنها بتكل شويه تدي توصيات وتحذيرات. ده في كذا وايه قالت، اصدرت بيانات كتيره جدا من ضمنها قريب، وقالت نفس الكلام ان المشكله هتتفاقم ويحصل تحورات كتيره. زي العالم كله هيبقى متطعم، وفي جزء ما اتطعمش يقوم عامل سلاله جديده تعدي الناس دي كلها تاني، يبقى كانه ما لقحش حد. فهم علشان حتى يحافظوا على حتى أول يعني ما يسمى بالامن الصحي. السلامه الصحيه العالميه. تمام دكتور، هنا خليني اتكلم على الوضع في مصر. يمكن خلينا نبقى صراحه، يعني مع بدايات هذا الفيروس كان في تسليط اعلامي كبير، كان في حالات كثيرة، وشفنا الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، سواء كان في غلق بعض المنشآت، المدارس، تخفيف عدد العاملين من بعض القطاعات، مسألة الكمامة والكحول و وخليني مع الوقت دكتور نبقى صراحة كده، الإجراءات الاحترازية دي قلت قوي، ايه أسباب كده؟ هل يعني قلت الحالات عندنا؟ ربنا بقى يعني وطبعا ربنا حفظ البلد دي ورب يحفظ كل بلاد المسلمين، يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلينا نهدى كده؟ هو نفسيه الانسان او الانسان البسيط عموما يعني انا ماشي في مره في البلد عندنا ولابس الكمامه، تلاقيت البياعه اللي هي في السوق بتقول لي هو قاعد في كورونا. انا عارف انت فانت ملكفت نفسك كده يعني. فالناس زهقت،
خاصة الناس رابطة الكورونا بالكساد الاقتصادي والناس بقى يعني حاجة يعني ففي برضو وبعدين بقالها سنتين فالناس فعلا يعني ايه. لكن طبعا الوعي الصحي المفروض يبقى عند الناس زايد، المفروض يخاف على صحته وصحة أولاده. يعني الخوف لسه موجودة، بتروح في اماكن كتير حتى افراح حتى لا ده زحمة المصايف وكل دي طبعا حاجات بتنزل الخطر. كل ما حضرتك تشوف في تجمعات كبيره كده بتعرف اللي بعدها على طول هيبقى في موجه. طول ما احنا خايفين تعرف ان الدنيا هاديه ومفيش مشكله، اول ما نستهتر بيحصل فيه عدوى. الانتشار الكتير دوت بيعمل الموجه اللي احنا بنشوفها بقى بالكميات الكبيره. هتكلم على الدولة المصرية في ودورها في مسألة توفير اللقاحات ووسائل العزل الطبي، والحمد لله يعني يمكن من فترة قليلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مدينة الدواء، وده شيء مهم جدا يعني. وحتى أنا سألت بعض المتخصصين في إنتاج الدواء وقلت لهم يعني كان في كلام ان الدواء المصري دواء يعني مش عارف ايه وبتاع، مع ان انا اعلم ان لي اصدقاء كتير حتى في الدول العربيه بالذات يعني دايما الدواء ياخدوه من مصر لو هم مسافرين، فقال لي ان الماده الفعاله واحده والتكنولوجيا بنجيبها من الغرب يعني، فبالتالي المساله الفعاليه واحده. هنا خلينا نتكلم على دور الدولة المصرية في مسألة اللقاحات، وفي حملة بشوفها كتيرة قوي موجودة في الشوارع تتحدث عن التبرع بالبلازما. هنا بقى التبرع بالبلازما كعلاج، كان الكلام في الاول اتبرع بالبلازما اذا كنت اصبت وتعافيت فالبلازما هنا تعتبر كمضاد حيوي للفيروس لاشخاص اخرين. لكن مساله التبرع بالبلازما بشكل عام يعني تهدف الى ايه يا دكتور؟ هو الاول نحب نشكر القياده السياسيه اللي هي وفرت التطعيمات. لا هتكلم على التطعيمات والتوفيرها ده اكيد، بس انا اتكلم على البلازما الاول. نقطه البلازما، البلازما فيها عموما اجسام مضاده لامراض كتيره جدا، خاصه بغض النظر عن موضوع كوفيد 19. طبعا يعني انت كل بيئه محيطه حوالينا بيبقى الناس تعتبر ايه نفس البيئه المشتركه بالاكل والشرب بالامراض بحاجات كتيره، فبالتالي بيبقى ايه حتى متشاركين في الامراض، وبالتالي البلازما بتاعتنا بيكون فيها اجسام مضاده ليه. فالبلازما بيتصنع منها صناعات كتيرة جدا، ممكن ياخدوا المشتقات منها زي الألبون، ممكن ياخدوا منها البلازما نفسها لأمراض كتيرة، الدم نفسه ممكن ياخدوا منه جزء زي كرات الدم الحمراء للناس اللي عندهم أنيميا شديدة، ياخدوا منها الصفائح الدموية عشان الناس اللي عندهم نزيف. فعموما قربة الدم ديت مليانة كنوز وممكن يستفيد منها. هل البلازما يعني هو هنا كده بنتبرع بالدم بالظبط عادي يعني وانتوا بقى او الجهه اللي بتاخد التبرع ده بتاخد بقى الحاجات دي لكن هو التبرع اصلا الناس هنا التبرع بالدم، لكل الناس مفكره ان البلازما دي حاجه لوحدها يعني هيتم فصلها، لكن هو التبرع بالدم. هو التبرع بالدم بيتم بعد كده في مراحل وخطوات للفصل. تمام. اتكلم على الدوله المصريه ومساله اللقاح، وخليني اقول انا سالت ناس اصدقائي وقالوا والله احنا في موقع لوزارة الصحة بنسجل فيه أسماءنا، وانت حضرتك بتقول انت من المنطقة الفلانية فبيديك ميعاد وبنروح، ما لقناش يعني لا كثافات ولا قلق واتبرعنا. وفي ناس على العكس برضو في نفس الموقع بس لقوا فيه زحام. خلاصة نقول اللقاحات متوفرة والدولة المصرية موفرت التطعيم للأفراد، انت شايف مسألة قابلية الأفراد للتطعيم؟ يعني سامحني انا واحد من الناس مش عارف مش عايز اخذ اللقاح ده يعني سامحني، والسبب ظهور زي ما انت اشرت بعض الناس على السوشيال ميديا واللي في الوقت نفسه بيقول انهم دكاتره وعلماء و بيخوفوا الناس من التطعيم. هو الانسان عدو ما يجهل طول ما حاجه مجهوله كده، لكن لما الناس بتشوف في زمايلها او ناس خدت التطعيم يعني احنا مثلا كان عندنا التطعيم في مستشفى الحسين في الاول كان من شهر 3 من اوائل المستشفيات اللي جابت التطعيم، ونشكر طبعا الاداره في المستشفى اللي وفرته بصوره سريعه. خليني بتوفروا ازاي للناس؟ انتوا طبعا بالاتفاق مع وزاره الصحه. وبعد الناس بتعرف ازاي؟
لا بالنسبة لنا احنا كمستشفى جامعي حاجة تانية. فالمهم في الاول انا بتكلم على النقطة اللي الدكاترة نفسهم كانوا متخوفين. الدكاترة نفسهم ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك دي حاجة مجهولة بالنسبة لنا. واحدة في واحدة في واحدة ابتدت يبقى في ان تلاقي في زحام عندنا من زمان الاطباء وزماننا التمريض والحصول على التطعيم. فهو كده يعني هو ايه الناس كده بتحب تمشي في مجموعة. المجهول دايما بيخوف بالظبط. لكن احنا عندنا دلوقتي التطعيمات انواع. في تطعيمات بالنظام القديم زي اللي هو الفيروس الميت زي التطعيم الصيني مثلا اللي هو الاسترازينيكا ومش عارف لا التطعيمات الصينيه اللي هي السينوفاك والسينوفارم تمام غير الامريكان ومصر موفراهم الاثنين بكميات كبيره لدرجه لان سينوفاك مصر دلوقتي عدد بتصنعه في المصل واللقاح وهتنتج حوالي 40 مليون جرعه في السنه لدرجه ان احنا هنبقى نصدر افريقيا بالظبط يعني. فدي طبعا حاجه محوريه بالنسبه لمصر. في تطعيمات ثانيه زي السبوتنيك في الروسي والاسترازينيكا لهم نظام اللي هم بيجيبوا فيروس ضعيف عموما او ماي لا فيروس ضعيف زي الفيروس الودي او الفيروس وبنحمل عليه الماده البروتينيه او بعض الجينات اللي بتنتج البروتين اللي بيحفز المناعه وبيدخل جسم الانسان. وده برضو في امثله لتطعيمات احنا خدناها قبل كده يعني الاطفال الصغيره ما بتاخد تطعيم شلل الاطفال وبتاخد تطعيم فيروس بي. الفكره يا دكتور نفس الافكار. فانا بستغرب الناس خايفه ليه التطعيم الكلام اللي بيتقال هكمل لحضرتك بقى ايه النقطة المهمة اللي التطعيم فايزر وموديرنا اللي الناس خايفة عليه لانه دي تقنية حديثة في الهندسة الوراثية الناس متخوفة منه ده مش موجود عندنا اساسا. طب احسن يعني هو طبعا عندنا خالص فاذا نتكلم دلوقتي على تطعيم شبيه بتطعيمات سابقة زي شلل الاطفال وهو عبارة عن التطعيم بفيروس ضعيف او ميت تمام. فاحنا احنا خايفين ليه؟ الناس المتخوفه الناس بتقول مثلا ده ايه ده الدول الغربيه هتضرنا وتحقن فينا مثلا او هيخلصوا على البشريه وعايزين يحركونا والكلام اللي بيتقال وان الحمد لله ده مش عندنا اللي هو الهندسه الوراثيه او لعبه في الهندسه الوراثيه كان انه هي تقنيه جديده والناس خايفه منها ده مش موجوده عندنا. فاحنا الحمد لله طبعا حفظه وطريقه نقله طريقه صعبه ومكلفه كمان بالظبط لان هو بيحتاج ماينس 70 وكده واحنا عندنا الدول الحاره فمش هتنفع عندنا عموما. فعموما التطعيمات متوفره وشايف مثلا مفيش خوف سيف خالص تمام ما كل حاجه مفيش حاجه اسمها 100% امن ليه؟ كل حاجه اي تصنيع بشري في اعراض جانبيه بس ايه بقى 1 في المليون 1 في ال100 مليون حاجه بتبقى نادره جدا طبعًا. أو اعراض بسيطه تمام. الاعراض الناس اللي اخذوا التطعيمات في ناس يقول لك قعدوا يومين حاسين جسمهم سخن والناس يقول لك خدلان وحاسس ان انا دايخ. ما هي نفس التطعيم بتاع الاطفال الطفل مش بياخد التطعيم بيسخن ما هي كلها حاجات بسيطه والناس قالت لك لا احنا عادي يعني ما فيش كان كويس بتختلف على حسب مناعه الشخص وحسب قوه المناعه قوه البنيانيه بتاعته وهكذا. في ناس لما بتسخن وتقول لك انا اخد يعني اي مسكن ياخد ولا ما ياخدش؟ المسكنات ما فيش منها ضرر يعني على صناعه بتكلم على يعني هتبقى تحت ارشاد الطبيب وفي نفس الوقت عند اللزوم يعني عند اللزوم وفي نفس الوقت تحت ارشاد الطبيب ليه؟ لان في بعض الابحاث قالت ان في مسكنات معينه مع الفيروس ممكن تحصل مشكله وفي اي زمان كانت مسكنات معينه مع فيروسات معينه ممكن تسبب مشاكل. فطبعا هو هياخد المسكن بدون اسراف واولا هيبقى تحت اشراف الطبيب والفترة ده يوم او يومين او ثلاثة بالكثير يعني اللي حصل فيهم الموضوع. طيب دكتور الكلام دلوقتي على الموجة الرابعة للفيروس احنا بادئين من 19 باين 19 20 21 ما احنا بادئين الموجة الرابعة من نص 8 تقريبا يعني داخلين يعني احنا موجودة الموجة الرابعة. اتكلم هل يعني على يعني او الهيستوري بتاع الفيروسات في فيروسات كده بتقعد فترات زمنية يعني سنة واثنين وثلاثة واربعة وكده وتتحور وتتغير ما احنا شكلنا كده مطولين يعني احنا مش هنخلص من الليلة يعني احنا رابعة طب وبعد الرابعة طب خمس يعني مش يعني لا قدر الله يعني هو في فيروسات قديمة على بال ما اكتشفوا لها علاج قعدت فترة طويلة جدا تمام. وفي مثلا زي الانفلونزا الاسبانية حصدت ارواح كتيرة جدا وملايين تمام لكن وكانت اشد من الكورونا ولكن الكورونا عشان سرعة الانتشار بتاعها أسرع فبنت وفيات كتير.
على بال ما الانفلونزا بقت لها تطعيم موسمي. ولذلك هنا برضو عشان الفيروسات عموما فيها تحورات كتيرة بالمثل فيروس كورونا قالوا له في جرعة ثالثة للتطعيم، وبعدين في دراسات كان بعد ما كانوا جرعتين بس قالوا لازم عاوزين جرعة تعزيزية زي ما أوروبا بتتكلم من نفس الجرعة يعني من نفس الجرعة. خليني هنا توقف. أنا أخذت تطعيم الصين المرة الأولانية، المرة الثانية أو المرة الثالثة المستجدة دي أخذ الصيني ولا ممكن أخذ الروسي؟ على حسب بقى ما البروتوكول بتاع اللجنة المنظمة للفيروسات في مصر أو في أي بلد. اللجنة الوبائية بتحدد. احنا بنتكلم في مصر، احنا منين ماشيين ازاي؟ ما في ناس خدوا الجرعة التانية. لا احنا دلوقتي لسه اولا عاوزين، احنا دلوقتي التطعيم من 10-15% من الناس في مصر بس، فاحنا عاوزين نكفي بس ناس تبقى 60% او 50% جرعة اولى وندور على الجرعة التانية. الجرعة التالتة في ابحاث قالت لما نعمل خلط ما بين التطعيمات، يعني مثلا واحد خد صيني بعد كده خد الاسترازينيكا بتعزز المناعة اكتر. يعني لسه قاعدة الابحاث باللعب الفيروس يعني هو كده من تشكيلة كده يعني. ففي ابحاث قالت اللي هو ممكن كل 6 شهور او سنوي، هيبقى سنوي. فاحنا يعني طول ما في حاجة جديدة او فيروس جديد بتظل الابحاث تعمل والعلماء يعملوا بجد بحيث نصل الى الافضل. دكتور يعني مش يعني كله بامر الله طبعا يعني، لكن اللي اخذ اللقاح واللي ربنا كرمه واقتنع بالمساله واخذ اللقاح او التطعيم في المره الاولى او والمره الثانيه او المره الاولى، هل هو معرض للاصابه بكورونا مره اخرى؟ وهل هو لا يجب ان يتبع الاجراءات الاحترازيه العاديه اللي هي الكمامه والكحول والتباعد الاجتماعي و و و هو من ناحيه منع الاصابه التطعيم لا يمنع الاصابه. كم في المية يعني؟ على حسب بقى كل مثلا برضو بيسمع المناعة 95% في 60% يعني على حسب الابحاث وكده يعني. ولكن الاجراءات الاحترازية عموما عند الواحد بيقي نفسه وبيحمي الاخرين يعني، حتى لو هو مية مية ومناعته كويسة الناس الغير مطعمة. فديت شيء مهم. الجانب الاخر ان التطعيم بيعمل اجسام مضادة. طب الاجسام المضادة دي هتقعد قد ايه؟ ممكن من 3 الى 6 شهور. طب بعد 6 شهور واحنا مش عايش كمان من 6 شهور هيبقى في حاجات تانية جديدة؟ ما هي للاسف هو فيروس مستمر جديد. فيروس مستمر لحد ما الكون كله يعني منظمة الصحة العالمية قالت عشان نقضي على الفيروس لازم حوالي من 70-80% من البشر يتطعم بحيث يبقى الكتلة الأساسية من البشر عندهم مناعة وسليمة منه. تمام. دكتور أتكلم هنا على يعني طبعا مسألة الأطفال يعني، وهنا كان في وقت من الأوقات الحديث إن الأطفال يعني لا يتعرضوا لهذا الفيروس كوفيد 19. الكلام قال من حد 12 سنة، وبعد كده قالوا لا الأطفال ممكن يتعرضوا لهذا الفيروس. حقيقة المسألة الأطفال موقفهم إيه أو وضعهم إيه من هذا الفيروس؟ هو السلالة الأولانية اللي هي الألفا والبيتا كانت لا تصيب الأطفال أو بتصيبهم كانت نادرة الإصابة لهم يعني. دلوقتي في المتحول الجديد يعني بعض الدراسات قالت اللي هو الريسبتور نفسه أو المستقبل بتاع الفيروس غير موجود، اللي الآباء بيخافوا عليهم وما يعرضهمش عموما ومحبوسين في البيت بخلاف الأدلت أو البالغ بيطلع ويروح ويجي وهكذا يعني حد التعرض نفسه قليل. دلوقتي المتحول الجديد اللي هو دلتا أصبح بيصيب الأطفال، ولقوا الإصابات الأطفال ابتدت تزيد. من كام لكام؟ ولا الأطفال بشكل عام يعني من 6 سنين لحد 18؟ يعني هم الأبحاث من 12 لحد 18 ابتدت الإصابات تزيد، اللي أقل كده بتبقى النسبة أقل شوية. فحتى ومن ضمن الأسباب ممكن عشان هم دولت لم يطعموا حتى الآن يعني التطعيم من 18 لحد ما كنت لسه هسأل يطعموا الأطفال ولا لا؟ لسه ما فيش أبحاث تتكلم في أبحاث بتتكلم على كده يعني مثلا جونسون ابتدوا يجربوه على الاطفال وفايزر. كان في مشاكل يا دكتور واتقال انه انسحب من السوق وكان ما هو هي كلها ايرور اند ترايلز يعني هو كل شركه من الشركات لها مساوئ لها محاسن يعني حتى قالوا لهم جربوه على الحوامل وكان امن بس دي دراسات اوليه فلسه قيد التجارب. تمام. اتكلم هنا على اصابه بعض الاشخاص اما بامراض مزمنه
او امراض تنفسيه واحنا في داخلين على فصل الشتاء. الناس اللي عندها حساسيه وعندها يعني شبه ربو مثلا الهستامين والحكايات دي والامراض المزمنه سكر ضغط الحكايات دي يعني، هل الناس دي اكثر عرضه للاصابه او لو اصيبوا لا قدر الله بكوفيد 19 بتبقى المساله بالنسبه لهم صعبه؟ هو المشكله اللي كبار السن ومحدود المناعه او مقهور المناعه او ضعاف المناعه بيبقى عندهم فرصه للكومبليكيشن او المضاعفات بتبقى اكتر. اللي هو مثلا لا قدر الله يحتاج تنفس صناعي، اللي هو يحتاج اكسجين يبقى على فنتليتور او يدخل المستشفى او رعايه مركزه. عشان كده بنقول وفي مصر والدول الغربيه كان الاولويات لكبار السن او اللي هم ضعاف المناعه اللي هم يبقوا في الاول لهم اولويه في التطعيم بجانب اصحاب الاطباء او الناس اللي في الرعايه الصحيه، لان دول معرضين للاسف كونتاكت مع كده يعني معلش بس قبل ما اكمل وتفضل حضرتك. طبعا عندنا يجب ان نقدم التحيه لما يسمى بالجيش الابيض، يعني هو فعلا جيش ابيض، الاطباء، طاقم التمريض، لان الدوله المصريه فقدت يعني اعداد كبيره من هؤلاء الذين لم يتوانوا لحظه عن اسعاف كل مريض بهذا الفيروس. هم يعلموا انه فيروس خطير واعراضه صعبه، ولكن عملهم وواجبهم كان يعني اكبر بكتير من هذه المخاطر. فتحيه لكل العاملين في الجهاز الطبي بهيئات تمريضه، ونتمنى يعني ان يتقبل الله من توفاه من هؤلاء من الشهداء والصديقين ان شاء الله. تفضل. فالاولويات في التطعيم للطاقم الطبي واصحاب الامراض المزمنه بالتاكيد، وده طبعا اختيار وموفق جدا وفلسفه عظيمه، لان دولت اللي هم الاكثر بالظبط. الاصحاء هيبقى عندهم مناعه وغيره، فضعاف المناعه او مقهور المناعه دولت مطلوب لهم طبعا التطعيم، الاجراءات الاحترازيه، الحرص في التعامل معاهم. الشباب اللي بيخرج وبيروح وبيجي ما يتعاملش معاهم وجه لوجه على طول، يبقى مثلا في كمامه، في تباعد اجتماعي حفاظا عليهم. تمام. دكتور، الشكل العام لبعض الدول الغربيه بدات يعني معرفش، بنشوف مباريات الناس كتير يعني موجودين، وحضرتك اشرت للتجمعات والتجمعات ومساله التباعد الاجتماعي من المسائل الهامه جدا يا اما بالسلب او بالايجاب، يعني بالسلب لما تكون التجمعات كبيره وبالايجاب لما يكون هناك تباعد. ايه اللي حصل في العالم يعني؟ ولا دول خدوا لقاحات؟ خدوا لقاحات بكميه كبيره، يعني مثلا في دول بقت بالملايين بتطعم ومش جرعه اولى وثانيه، ده جرعه 80%. فهم وصلوا من المرحله لمنظمه الصحه العالميه قالت اللي هو من 70 ل 80% بتبقى الدنيا كويسه، ممكن بقى نفتح الاغلاقات الموجوده، الدنيا تبقى احسن من الناحيه الاقتصاديه. يعني هم بيسرعوا في الوتيره ديت كحاجه اقتصاديه، يعني اولا من ناحيه صحيه، ثانيا من ناحيه اقتصاديه. شفنا في مباريات لكره القدم، شفنا في تجمعات. طبعا اللقاحات بتكسب المناعه زي ما قلنا من حوالي من 3 ل 6 شهور على حسب اكثر الدراسات. تمام. دكتور، خليني اتكلم هنا برضو على مساله اللقاحات والوقايه والاجراءات الاحترازيه. كان في كلام يعني مع بدايات كوفيد 19 على مساله يقول لك البروتوكول، او احنا عملنا نفسنا بروتوكول يعني فيتامين سي، شويه مضادات حيويه، شويه فيتامينات، مكملات غذائيه، شويه حاجات خاصه بدرجات الحراره والمسكنات و هل ما زالت هذه الامور يعني عامل مساعد للدفاع عن او الدفاع الجسم عن هذا الفيروس؟ هو خط الدفاع الاول قلنا المناعه، ثانيا الاجراءات الاحترازيه، ثالثا التطعيم. فالحاجات ديت مهمه جدا. تقويه المناعه من فيروس سي او فيتامين د او اكل وشرب معين دي مهمه جدا، ولكن الاسراف في المضادات الحيويه خطير جدا جدا جدا. يعني ايه اسراف؟ يعني بتاخده على الفاضي والمليان، اي شويه كحه خد مضاد حيوي. اولا ده فيروس،
يعني كورونا ده فيروس المضاد الحيوي مش هيعمل معاه حاجه. هو بيمنع او بيقي من الاصابه ببكتيريا فوق الفيروس كمان. يعني احنا كنا النهارده في لقاء علمي لسه حالا من ساعه كنا بنتكلم على كده، في 2030 ما عادش في مضاد حيوي هينفع لو احنا ماشيين بالنظام ده. يعني كمان كل مصر هيقول لك خد مضاد حيوي ده اساسه مع اي حاجه. يعني احنا كده على مستوى العصور مثلا كان البنسلين ده كان اول دواء واول مضاد حيوي اكتشف، كان فعال جدا جدا جدا. دلوقتي الوقت 1000 مضاد حيوي، لا دلوقتي البنسلين ما عادش نافع لما ابتدت الناس تاخده كتير، ابتدت الناس توقف عليه لانه ما عادش فعال، ابتدى يرجع مفعوله تاني وهكذا. في مضادات حيويه كتير مع الوقت. فالبكتيريا نفسها لما بتتعامل مع مضاد حيوي على الفاضي المليان بتعمل ضده مناعه اللي هي ايه زي ما جسمها بينحس زي ما بيقول بيتاخد على بياخد عليه. فطبعا المضادات الحيويه الانسان هياخدها تحت اشراف طبيب بالمده المظبوطه، لان في ناس بتاخد يومين ثلاثه وتمشي وتسكت. فده طبعا المكملات الغذائيه يا دكتور، لا الناس تقول لك مغنيسيوم لا كالسيوم لا خد مكمل غذائي فيه مش عارف في القطين. المكملات الغذائيه معلش برضه لان حضرتك اشرت ان مساله المضادات الحيويه وتاثيرها السلبي مع الوقت، السلبي بمعنى ان ما عادش يبقى لها مفعول بل بالعكس ممكن تضر الجسم كمان لانك انت بتاخدها عشان تعالج بها حاجه وبالتالي هي ما بتعملش اي حاجه مع الوقت فالاصابه بتزيد. المكملات الغذائيه في ناس تاخد مكملات غذائيه يقول لك لا بعد ال 40 بعد ال 50 انا اخد مكملات غذائيه. ما فيش منها مشكله بس اي حاجه فيها اسراف بتؤدي للعكس. يعني الفيتامين دي مثلا معظم الناس عندها نقص في فيتامين دي لان هو طبعا ما بيتعرضش للشمس طول النهار مثلا قاعد في تكييف من بيته للعمل وهكذا. لقينا ان في ناس لما بتاخد كميات كتيره من الفيتامين دي بيحصل له توكسيستي او زي تسمم كده. تسمم فهو الاسراف فيه مع برضه كل حاجه ولها حد. كل حاجه ولها حد طبعا. اي دواء بيتاخد لازم تحت اشراف طبيب. ليه؟ لان المريض الغير ملم بالمعلومات كلها. المصريين يعني الطبيب يعني احنا مثلا يعني احنا مثلا البرد زمان يقول لك انا هروح الصيدليه اخد المجموعه مش عارف برشامه كده على برشامه كده في بتاع طبعا انا بقول لحضرتك برضه المضاد الحيوي المفروض له كورس ووقت معين وجرعه معينه بيحددها الطبيب على حسب وزن الجسم سواء للاطفال او على حسب الجرعه دي للاطفال ولا كبير. وفي مضادات حيويه بيبقى غير مناسبه لامراض معينه، واحد عنده الكلى مثلا ما ينفعش ياخد المضاد الحيوي الفلاني، واحد عنده مرض في الكبد ما ينفعش ياخد المضاد الحيوي الفلاني. فالانسان من غير ما يستشير الطبيب او ياخد العلاج وبياخده كده هيأذي نفسه بالتاكيد. تمام دكتور، ارجع لموضوعي يعني قبل ما اختم حلقتي على افريقيا واحنا اطلقنا عليها مساله السلام الصحي او الامن الصحي لدول العالم. مع الوقت اذا استطاعت الدول الغربيه وهي تستطيع يعني ان تلقح او تطعم كل شعوبها وظلت افريقيا دون تطعيم او لقاحات فبالتالي ما زال الخطر قائم على هذه الدول. هنا اتكلم على مصر في المرحله القادمه خاصه زي ما انت اشرت ان احنا هننتج 40 مليون جرعه تطعيم من ايا كان بقى استرازينكا او الروسي يعني سينوفاك. او هل مصر قادره على ان توفي القاره الافريقيه لان احنا عندنا تجربه في مصر 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي وهما تجربتان هامتان جدا لكل دول العالم وخاصه القاره الافريقيه. هو ان شاء الله الواحد بيامل في مصر تبقى اعظم دول العالم ان شاء الله. هي قادره اللي هي تعمل الكثير ولكن طبعا الاعداد افريقيا ملايين كثيره. منظمه الصحه العالميه قالت في بعض الدول زي تقريبا الجابون ومصر وفي دوله معينه بحيث اللي هو مراكز لقاحات لتغطي افريقيا كلها. مفيش دوله طبعا لوحدها هتقدر على كل ده. ولكن اللي مصر تجيب تبقى مركز للتصنيع ومركز للتصنيف لتوزيعه دي حاجه عظيمه جدا اللي مصر تبقى رائده في حاجه زي كده ويشوف التجربه بتاعتنا ودول تانية افريقيه تستفيد منها. تمام دكتور، اخيرا سريعا كده كلمه للاسره المصريه لان الاسره المصريه هي الاهم. الاسره لان اب وام وشباب واطفال وكل ده هو ده المجتمع بقى في النهايه. يعني الاجراءات التي يجب ان تتبع ونخلي بالنا منها برضه مش لازم بقى زي زمان كحول في الرايحه والجايه. خلينا حتى يعني وان كان المفروض برضه يعني لكن الاجراءات البسيطه اللي يجب ان احنا نتخذها. هي الاجراءات البسيطه خالص، النظافه الشخصيه تبقى مهمه جدا. تمام طول ما انا قاعد في البيت بغسل ايدي بالماء والصابون. تمام يعني الطفل الصغير بعلمه قبل الاكل وبعد الاكل بعد ما يطلع من الحمام بعد ما وهكذا.
الاكل والشرب برضه هو ما بيتنقلش طبعا بالاكل والشرب ولكن الغذاء السليم لتقويه المناعه الفيتامينز الخضروات مهمه جدا. كل الحاجات ديت التباعد الاجتماعي نعلم الطفل وراح المدرسه ازاي يغسل ايده ازاي يبقى في تباعد اجتماعي ازاي يلبس كمامه وهكذا دي حاجات مهمه جدا بجانب بقى الايه المكملات الغذائيه اللي حضرتك اشرت اليها. دكتور انت نورتنا بمرحبا ونتمنى السلامه يا رب لكل دول العالم يعني وبالتاكيد لكل الدول العربيه والاسلاميه كل دول العالم وان تنتهي هذه الجائحه بخير وان يعني ان يكون عند العالم الذي يدعي انه متقدم يعني نظره فيها من الانسانيه ومن العدل ومن الحق لدول اخرى في حاجه الى هذا التطعيم او الى هذا اللقاح. في نهاية هذه الحلقة من حوار اليوم بتوجه بالشكر الكبير والجزيل لضيفي الكبير الكريم الدكتور محمد شاهين مدرس علم الفيروسات بكلية طب الأزهر كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من حوار اليوم وشكر لفريق عمل حوار اليوم لهذا اليوم زميلي الجميل محمد عطر رئيس التحرير وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة ألقاكم أنا أهل اليوم على خير إلى اللقاء.